شك مواطنون من قضاء سيد دخيل التابع لمحافظة ذي قار من استمرار أزمة شح المياه التي يتعرض لها القضاء في ظل غياب الحلول الناجعة للقضاء عليها، فيما أشار إلى هجرة العشرات من الأسر إلى المحافظات المجاورة بسبب الأزمة. ماء الغسل للبيوت يعني نهائيا ولا قطرة ماء موجودة، عايشين على الارتواز والآبار الارتوازية فقط. طالب الحكومة، احنا صار تقريبا اكثر من شهرين نصب مضخات ومحطات ولحد الان ماكو اي شيء. الماي ما عندنا، وحلالنا كتل العطش، وزرع ماكو، وراح نهاجر للولايات الله وكيلكم. وقال مسؤولون ان الشحة المائية مستمرة في القضاء بعد جفاف الانهر فيها نتيجة قلة الاطلاقات المائية، وإنهم يسعون إلى إيجاد الحلول مع الجهات العليا. زراعة ذي قار أكدت أن المحافظة تلقت خسائر كبيرة نتيجة شح المياه والجفاف الذي ضرب المنطقة. ما تعاني محافظة ذي قار في الوقت الحاضر رغم قلة التصاريف البالغة 50% من العام الماضي وكثرة التجاوزات. كثرة التجاوزات على الحصص المائية بخصوص مناطق عالية نهر الغراف، إضافة إلى تشغيل المضخات المجازة وغير المجازة خارج أوقات نظام المراشنة، وبذلك يؤثر على مناطق الذنائب وبالذات مناطق الدواية وسيد دخيل وذنائب شط الكسر وقضاء الإصلاح. إن شحة المياه أثرت بشكل كبير على هذه الناحية وعلى مزارعي سيد دخيل. في الخطة الزراعية التي نفذت لدينا لهذا الموسم 7870 دونم موزعة بين محصول الحنطة والشعير ومحاصيل أخرى ورقية والطماطة، بالإضافة ونفذت على جدول الصالحية لوجود المياه، إلا أن شط طالب إبراهيم والأراضي الواقع على هذا الشط يعني على هذا مجرى النهر لم تتم تنفيذ أي خطة زراعية فيها، بالإضافة إلى بعض الأهالي يعانون من نقص في مياه الإسالة، مياه الشرب لديهم فيها نقص. هنا قضاء سيد دخيل الذي يعاني من شح المياه والجفاف الذي لاح بالأهالي، حيث يطالبون الجهات المعنية بإنقاذ هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه هذه المنطقة منذ فترة طويلة. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار،